ارسلك يلي مفارق خلك بديرتك بعد وجافة بديرتي احسن لك بديرتي بترتاحي يا ابو العيون ملاحي بديرتي بترتاحي يا ابو العيون ملاحي من شوفتي امسن لك وداعا يا حبيبتي إلى اللقاء يا سباق لنا الشاق ما تطول عنك غيبتي لولا الشاق محوالي ما تفارقك يا زين إلى اللقاء يا زنباق لولا الشاق لك 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 على هالشغلي الخير بمثل ما تركته أني قلب برجع بلاقي ناطحات السحاب على مد عينك والنظر لك وينها وينها شو هي ناطحات السحاب اللي عمت ناطح السحاب مش شايف شي يا خي أني قلت مش رح أعرف وين بيتنا بس بتشارط أني رح أعرف وين بيتنا من غير ما حدا يدلني مش متغير شي بهالخربة هي هي يا رجل تفضل مش مية ميتين يا خي تفضل خلوهم مشان شو ما اللي احنا تحسبنا مشان ترد علي يا خي صلي من اول الطريق وانا بحكي لحالي ليكون الدكاترة مانعينك عن الحكي يعني لا والله يا خي بس يعني على شو بدك يعني احكي حي الله شغلي لك خي ابتعرفش تحكي قول على دلعونة أبتعرف جلعون أكون لك احكي أي شيء يا خي لك هز براسك لحظة وقف عندك بعرفه له الشاب بعرفه بدي انزل سلم عليه لحظة لا هدي ولو مرحبا أهلا وسهلا محمود ولا أني غلطان محمود خي بقعقور محمود بقعقور راعي العجال محمود يا زلمة مثل ما تركتك ما تغير فيك شيء لا محمود بي الله يرحمه لا تقوله محمود مات محمود مات من زمان كثير بس بلا زغرة من حضرتك أني نصار بطاقين اللي بأمريكا ايه اللي بأمريكا بس ما قلت ليش مين حضرتك بلا زغرة ما قلت لك أنا فياض ابن المحمود بقعقور الله يرحمه لك هلا هلا والله هلا يا حي الله هلا حي نبات بس وليد
خذ يا ورا شوي لما ابو هزلك بعدهم شوي. هلا حيين الحبايب حيشارك. هلا هلا شو هذه حمرا جايبك؟ لو الصفاطي سيف لشوف هذا شو؟ هي قلقة مفاتيح بتعلق عليها مفاتيحك، هي جايبه معي من امريكا. ماني يا خيي بحميش مفاتيح، يعني شو بدي المفاتيح؟ البقرة بيشتغل من غير مفتاح. فيش غير هذه، بقرة معلم ولا أقرب، بس هذه بدهاش مفتاح، بدها داء طاعون اللي يفتك فيها فتك، ما يخليهاش توقف عجريها، لا هي ولا هو ولا يوفقها. حط جيبتك، بكرة بدك تعلق عليها مفاتيح المزرعة. بس أنا فيش عندي مزرعة، مزرعة شو يا زلمة؟ المزرعة اللي بدي افتحها أنا، وحطك شريك معي. ولا ناوي تضر راي عجال يعني؟ من هون وهيك رح تصير مدير مزرعة قعقور بطاقين، وبدنا نغرق البلد بالألبان والأجبان. يا حي الله بالألبان، يا حي الله بالألبان. لك حي الله بيعت الحبايب، هاي شاربك بيك كان غالي كتير علينا يا فايا. الله يخليك يا رب. يلا خاطرك أهلين 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 وسهلين. الله يوفقك. أهلا وسهلا. إيه بعد يبري جاي لورا جاي لورا الخبري خلي بستاذي بالعاصي أو يعافيك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. إسا بدي روح لحظة لحظة شوي. ألو عمي بو نمر، مش رح تصدق مين يجي على البلد. حزير نصار، نصار ولوكم نصار عنا نحن. لك هذا اللي بأمريكا. بمدفع. سبحان الله يا فيار، قد ما غاب الواحد مرجوعه لبلد. بس يا عمي ما هي وتقول مش عامل شيء. يلا هلا معك. يلا يلا. 30 سنة قبله بتوترويت مشكل بأمريكا، ومع ذلك تركها ورجع على الخرب. يا جفاف يا ابو عاطف، ابو عاطف يا جبيل، ابو عاطف هيني قدامك عمي عم حفر باذنجان. دير بالك لنصار. منو هذا؟ ولك نصار شو بنقوله؟ ابو مدفع شو نسيتو؟ لا نسيتوش. شو ما هذا؟ هذا رجع من توترايت مشكن اللي كان عايش فيها بأمريكا. لولو نصار بمدفع رجع؟ لك ايه مؤسسة الفن فياض قال شافه على الطريق. يلا فوت فوت البوس خلينا نروح نعفشه قبل ما يعفشوه بيت بمالحة. وشو بدنا نعمل فيه هذا تمنا نعفشه؟ بدي اعزمه على الغدا، بديش بنايف يعزمه قبلي. يلا فوت البوس إسا بحكي أنا وياك على الطريق، لاقيني خلينا نلحقه. حاضر سيد، يعتبر الأمر نفذ. نفذ ويني نفذ؟ نعم يا بيي. الله يرضى عليك، اجمعي النسوان وبلشوا بالغدا. إسا أنا بتلفن لفياض يجيب لكم ذبيحة. يلا لشوف. حاضر نفذ الأمر. أهلا وسهلا خيي، شرفوا عنا كل شيء. وكيفك؟ وتستخدمكم يا زلمي؟ أهلا وسهلا. شكلك هلال، بس مش معقول تكون هلال. هلال بي. يا ستر الله يا زلمي، قديش أنت ابنه؟ يا خيي، طالما هلال بي فأني ابنه، بس حضرتك مين بلا زغرة؟ أني نصار، نصار بطاقين معرفتنيش. أهلا وسهلا عمي نصار. بك يا هلا. بعد 30 سنة جاي تقول لي معرفتنيش؟ ولك هذول 30 سنة يلي ما كانش ولدان يوم ما سافرت صار عنده ولاد. بعدكم عندي كاكا إنه ما كلفتوهاش سوبر ماركت؟ السوبر ماركت بدها هز كتاب، من أنا السوبر ماركت؟ سوك، هي علاقة مفاتيح شغل أمريكا. أي من أين بتنقنا مفاتيح؟ ما طول عمرنا بنرد الباب وبنروح، أمان يا خيي أمان. وك بتلزمك. مشان تعلق علي مفاتيح السوبر ماركت؟ يا عمي اي سوبر ماركت؟ بكره راح جيب بلدوزر يقشلك الدكان من ارضه ونطالع محله سوبر ماركت كبير انا وياك شراكي، محلات نقل بطاقين للمواد الغذائيه والادوات المنزليه. يا حي الله يا حي الله، اكيد من شبريقك راح تفتح لك كزوزه حمراء ولا سوداء اللي بدك اياه. يلا شكرا.
هاي طارت الفراغه. يا زلمه بلحظه ذبحتني يا زلمه. امالك 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 ابوك على ابو اللي اخترعك لحظه نحر يا زلمه. شو لك والله نصار ابو مدفع؟ خبرية حلوة يا. لا 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 يا سيدي لازم أقوم بالواجب. معقول يا زلمة أنت أول واحد معزوم؟ العزيمة بتزواج بلاك. طيب الله معك الله معك. نصار ممثل شو برجعوا هذا بهذا العمر؟ شو بعمل لك يعني؟ بقعد لك حرس على صباطك علي؟ يلي بديرش باله أولاده بتاكلوا ياهن الضبعة شغل ساعته. بلا هذب انتك إسا مش معقول تكون صدفة كمان. راحت فندق الصباط الأساسي قلنا يا ولد أبصر، راحت فندق الصباط الاحتياط قلنا يا ولد أبصر، راحت الفرد الثالثي تبع الاحتياط مش معقول تكون صدفة. شو قصدك يعني؟ أنا عم خبيلك ياهن وبدمل عليهم؟ شو بدي بصباطك عني يا جوهر؟ يا عمي أنا مش عم بوجه أصابع الاتهام إلك، أنا عم بقول كأنه في حدا عم ينزل بهالليل وعم ياخذهم. طيب أنت ليش بتربطلوش لهالحرامي بهالليل وبتخلصنا؟ وين هيك عم فكر؟ جار الله يجيرنا. جار ولا إيه؟ يا زلمة ساعة. خير عمي خير. نصار رجع. نصار بمدفع؟ ما غيره. يلا يلا لازم نروح نشوف وين ضايف حتى بيت بقعقور ما يسبقناش على الغني. بس يا عمي انا مضيع فرد الصباط شو بروح افيان يعني؟ استناني استناني عندي صباط عتيق. صغير صباطك على رجلي يا عمي. ولا دبر راسك فيه يا زلمه اقصف له كعبه. تنساش تقول لعطرشان تروح لعند نزيها لازم يجهزوا المنسب بدنا نعزم العالم كله. يلا خلص عمي عم استناك يعني عم استناك. ليش عند نزيها مش عنا؟ ها؟ شو بتفرق معك عنا ولا عند نزيها؟ فرقت كثير يا سندي. ما هي نزيها بتصير مثل العالم لما عمي بيكلفها بشي. خلاص عاد تفضحيناش إسا ياكي مرقينا هالعزيمة على خير. بديش مرقها أني إسا كرمال بي اللي خلفني مش مستعدة اتحمل ولا كلمة مشان نزيها مشان نصار بمدفع. يعني عم تكسري لي كلمتي مش هيك؟ أني والله كرامتي أغلى عندي من أي شي. أنا الحق علي اللي اشتريت ساتلايت، شو بدي بالتلفزيون أني؟ خليكن على الأولى والثانية والتربوية تبرطعوا فيا. أنتو خرجكن ساتلايت أنتو؟ إيه؟ إسا شو دحش الساتلايت بالنص؟ أني عبدافع عن كرامتي الشخصية مش عن الساتلايت. ما أنتو مفتوطوش بكرامتكن إلا من ورا هالساتلايت. كيف لو ركبنا لك فيسبوك؟ شو بتعملي؟ والله لا تقوصينا غير الأولى والثانية تحلميش ها؟ إسا بفك هالأمر السايبة وبخلص. يا شب أنا؟ مين حضرتك بلا صغرى؟ أنا سمعان بوقعقور، حضرتك مين؟ هلا هلا بريحة الحبايب. هلا هلا والله هلا بريحة الحبايب. هلا شو عامل على ظهرك يا زلمي؟ كيس. بعرف كيس بس شوفي جوا الكيس. أغراض أغراض. في ريحة مش منيحة يا أخي. ما هي مصلحتنا ريحتها مش منيحة. شو بدنا نساوي؟ ما الناس يعني لما بدك كوب شغلي بتنظفهاش. خي وين أصحاب البيت انتقلوا من هون؟ من زمان. وحضرتك بتعرف العنوان؟ انتقلوا عدار الحق. وبعيدة من هون؟ يقل شو هذه نكتة؟ دار الآخرة الآخرة ارتحموا. ارتحموا؟
طول بالك يا زلمي تبكيناش. مين حضرتك؟ ما قلتليش. أنا نصار بوتقيل. نصار بوتقيل؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تعرفش حضرتك إنه نور تحمو؟ لا والله يا خي، كنت بعث رسائل وما حداش يرد. قطعت، قال جاي يعيشون ملوكا ارتحموا. يا زلمي لما سافر كان عمره 70 سنة، بدك ياهن يعني يخلدوا حتى حضرتك ترجع بالسلامة وتعيشون ملوك. يا زلمي معك حق يا خي، أني زمن هون بالنسبة إلي وقف. إنسان له أمر محدد. خيه بكيناش، بكيناش، ما كنا على الطريق، كنا على الطريق لسه. أنت شو بتشتغل يا سمعان؟ قلت لي أنا بشتغل أعمال حرة مثل ما عينك قاشع. أنا مش قاشع يا خيي، أنا شامم. شو يعني أعمال حرة؟ يعني إقزاز، ألامينو، نحاس، شحاطات بلاستيك، شو العالم تزيد أنا بحمل. سوك هاي شغل أميركا، علق فيها مفاتيحك. مفاتيح؟ وشو بدي أعمل فيها؟ يعني مفتاح بيتي نسيت وين حطيته، ما الوالدة بتطلعش من البيت. مفاتيح المعمل يا خي، مفاتيح المعمل، حط بجيبتك، حطه. معمل؟ معمل شو؟ معمل طاقين بقعقور لتكرير القمامة. من عندي رأس المال ومن عندك إدارة القمامة، لأنه عندك خبرة بهالشغل. أمي يكثر خيرك، يكثر خيرك، في عنا قمامة بتغطي المنطقة كلها. أنت بس تدلي همتك وأنا بقلب لك البلد جني هون. حاضر حاضر، فيش مشكلة، توكلنا على الله. ونعم بالله. سلامي سلامي. صياح ابن عمك بعده هون ولا سافر؟ لا بالبلاد، وين بده سافر؟ ابن صفي معك علم؟ ابن صفة؟ كان هو كله على عشرات، وهاني افتح ايدك وعلى عصي. بعده زكي يا خي ولا تغير؟ يعني 17-18. اسا رايح لعنده. موفق. هلا. سلام سلام. أيها الليل، حفظنا هذه. استنى بيي يا ليلى، وشاقي وشعرائي على راسي سالكة. يا ابو حربة، نصار بطاقين، فيش حدا بيقول لي ابو حربة غير نصار بطاقين. ليش في نصار عم بيت بطاقين؟ لك يا ابو هاني بأمريكا. قصدك بمدفع؟ لك بقصر لك لسانك، بديش اسمع هالكلمة من حلقي. لك يخرب بيتك، هو يهج من ورا الكلمة. انا عم قلك لإلك، مش عم قله لإله وبسمعه. لا لإلي ولا لغيري. شو هذا يخرب بيتك؟ لك الزلمة 30 سنة غايب، بدكن تقولوا له مدفع؟ بصيرش يابا، بصيرش. خلي الزلمة يتهنى له يومين ثلاثة ببلده بين أهله وناسه. فهمنا بي فهمنا. شو أني يعني قتلته؟ خلص ما عاد عيده. كتر خيرك، أعطيك 200 دولار بتردني ولا بتردني ببلاش؟ كفيت ووفيت، يلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، مع السلامة. لك بو حربة، صياح، نصار. هلا ابو حربة، هلا. حي الله خي، اهلا وسهلا. هلا خي صياح، هلا. مع السلامه. الله يسلمك. يا حي يا حي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا والله بتصيرش يا زلمه يا اخي، خلاص. شكرا، اهلا وسهلا. طمني يا خي، كيف صحتك؟ خي انا مثل الحصان يعني، بس انت يعني لا رسائل لا خبر لا شيء. شو بك يا خي؟ كنت ابعث وما حداش يرد. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. مريت على بيت ما يعني لقيته مهبط. والله ما هو بعد ما ارتحموا الاهل اجى الثلج قويه، قام السطح هبط يعني، وصار كل سنه على سنين نخي شوي. احنا بدي اقعد عندكم كم يوم لبين ما شوف حل مشكله بيتنا. اهلا وسهلا فيك خيي، البيت بيتك والمطرح مطرحك. اهلا وسهلا، شرفوا تفضلوا. تعالوا قولوا، اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل، يلا تفضلوا. اهلا وسهلا. بابا عم بيتابع الثورة، ماما عند خالتي. شو؟ بدك يعني يكون لحالي؟ بالعكس، أعوذ بالله، يعني بس إذا كنت لحالك مشان أمشي، لأنه بديش حدا يجيب سيرتك بكلمة. اللي بيفتح حلقه بكلمة واحدة عليك بقرط له جوزته. أنا كذب ملابسك شوي، ولو طارق قول بقتله، قول بضربه، ليك قول بقطي عليه.
بس مو بقرط له جوزته ولي، بس تخيل المنظر بيغط على قلبي. خلص ولا يهمك، ما بقرط له جوزته، بدعسه بملحلة الشوصة. سبحان مين اللي خلقك على هالتعبير؟ انت بتعرف الرحمة انت؟ لا انا فيش بقلبي رحمة، بس يكون الموضوع بخصك انا فاشستي. فاشستي؟ جديدة هي؟ لا والله جديدة، اسا بدي اسأله عنها لبيك. تفضل طارق تفضل. دخيل اللي بدعك ما حلقها طلب حلقي. شو هي؟ تفضل، كل نسوان الخير بيقولوا تفضل، إلا أنت تفضل حلو. إيه بلا مسخرة. وحياة الله مش عم مسخر، إعجاب هذا إعجاب. بدك تفوت على الفيسبوك اليوم؟ إيه، إذا مرقت من قدام مقهى إنترنت بعلم لك. طيب بدون ما تعلم، أنا على طول بالنت. صباحك الخير عمي. صباحك الخير. خليك مرتاح. تفضل عمي تفضل. صحتك. طول عمرك. شفت الأخبار؟ لا والله يا عمي ما لحقتش، ماني يا دوب فيك فقت فطرت قرص شعري وجيت نشرخ المفاتيح. ابي سواش عمي هيك ابي سواش، مش مؤتمر قمي هذا، اذا شفت ولا ما شفتوش بتفرقش. ثوره هذه عمي ثوره، خشم الامبرياليه تمرمغ بالوحي، تلبكت ما عادش عارفه شو بدها تعمل. مره بتطالع بيان انها هي مع الثوره، ومره بتطالع بيان انها هي ضد الثوره. هي ضد الثوره انا بعرف، بس عم تحاول تلتف عليها. تمرخش علي حركاتها هاي الامبرياليه. بس ما انا شو المشكله؟ المشكله اني صرت عم بشتغل ورديتين على السياره من يوم بلشت الثوره. ما انت قاعد هون وانا بطلع السياره، مش عم لحق برجع على البيت بحط راسي بيجيك نايم. قيس الراديو عمي بلا ما تسمع لي على السيديهات هالشك بالشك، الاذاعات كلياتها عم تغطي اخبار الثوره مش بس التلفزيون. عين خير عمي عين خير. المهم اسا كنت بدي اسالك سؤال. ما تسالنيش ولا سؤال، جمع كل اسئلتك مره وحدي واكتبهم على ورقه، وبس تنتصر الثوره بجاوبك عليهم كلهم مره وحدي. خذ مفاتيح السياره عمي وبوشك على الشغل. تلهنيش الله يرضى عليك. خاطره الحمد لله يكثر خيرك. شو عم بتقول يا زلمه؟ يكثر الخير علينا وعليك، مشيك تقلك حط لي هالبلكومه بحلقك. ولا بلكوم كومبليت كومبليت يا خيي. لك بعرف في محل تحط شرب ساعتين وهنا خيي على قلبك. انا شو اقول لحالي؟ نصار خلص صار امريكاني، ما اسال عن حدا. انا يصير امريكاني ولو صياح. وكاني لولا هذيك الشغله اللي علقوا علي اولاد الحرام ولا كنت افكر اطلع من البلد كله. قلكش هالسفرة ما نفعتنيش؟ لا نفعتني، بس كل دقيقة بهالبلد ابتسوا مال الدنيا كلها. بعرف بعرف، بديش مني قلي. الله وكيلك يا صياح، أنا ما عملت الشي. مدري مين دفش الطرابيزة زيزق، قام واحد اطلع فيه، قاموا الكل فكروا إنه أني، ولو ما اطلع فيه ما حدش فكر في شي. خلصوا له، ما هي راحت هذيك الأيام. 30 سنة من عمري راحوا قليلة، أهلي ماتوا من غير ما أشوفهم. لكن دخنت أنت الثاني، الناس كانت قالت بو ما تدفع يومين ثلاثة ونسيت. يا خي 4 سنين استنيت مش يوم ويومين، معش حدا قال غير بو ما تدفع، وكل ما واحد شافك يضحك تقول فيلم كوميديا. يلا يا خي تنذكر ما تنعاد. يا خي لو أني عامل شي يلعن أبو البزعل. يعني أحيانا نفكر إنه لو كان في تصوير لحتى عدلوا التصوير على البطيء، ولا يعرفوا إنه الترابيزة اللي زيزقت طلع منها الصوت مش أنا اللي طالعته من عندي. لك يلا يا خيي خلص ما راحت هالشغلي، إسا تصوير وبطيء وغيره. يا خيي مدري مين دفشها بإجره. طيب شو بدك منها لحتى تدفشها؟ إن قدرت ودفشتها قول الصوت من الترابيزة مش من نصار. لك سكت تقول مالوش علاقة. خلصوا له خلصنا بقى، شو بك يا زلمي؟ اللي راح راح، ما عادش ينفع شيء إسا. 30 سنة لك صياح، 30 سنة دفعت من عمري، شو اللي راح راه يا زلمة؟ وقف وقف دقش الباب. خير بنا، نحن موصين على الزلمة قبل إذا سمعت. شو موصين؟ موصين كأنه يعني هزمتوا بالإذاعة؟ ما سمعناش هالشي، والعزيمة سرية ما تكونش حدا يعرف فيها يا أبو نمر. لا مش سرية، بدنا نعزم العالم بالإذاعة بس مش نخبره قبل. ما قلنا يعني نحن كمان بدنا نعزم بالاذاعه بس نخبره. بنيف الزلمه نازل عن صياح، يعني هو ضيف بيت مقعقول، بدناش نسرق ضيوف بعض اذا سمحت. شو مطوب باسمكم يا ابو نمر؟ اذا كان ضيفكم شو عم تستنوا؟ ليش ما عزمتوش لحد هسه؟ ما اسال عرفنا وينه. يا جماعه تختلفوش، خلص ناس بتعزموا على الغدا وناس بتعزموا على العشاء، بدهاش الشغل يعني. مليحة، نحن بنعزموا على الغدا. لا نحن بنعزموا على الغدا وانتوا على العشاء اذا سمحت. ونمر النسوان عم بجهز المنسف، وين بدنا نروح فيه للعشاء؟
ونحن كمان منسفنا جاهز من إسه للعشاء بخم إذا سمحت. عمي أنا شايف مش رح نتفق، عندي شور تقبلوه؟ فضل. أنا بقول نأجل العزيمة إسه ونعمل اجتماع لوجوه الخربي واللي بيقولوه منقبل فيه. أنا قبله وأنا قبله. إسه خلينا نفوت لكان نسلم عليه وجوهر وتوفيق بيروحوا بذيعوا مشان الاجتماع. يا عمي بنما إذا بتسمح لنا يعني أنا وتوفيق نفوت نسلم على الزلمة ترى وصلنا لباب البيت. لا يا زلمة بدك سماح هيك بيت بيتك. صياح الأستاذ صياح أبو قعقول، السيد ملحم بمالحة، السيد جميل بقعقور، السيد أكرم بمالحة، السيد سمعان بقعقور، السيد غطاس بمالحة، وفياض أبو قعقور. حط لي قدامه السيد خيم عليش. السيد فياض رياض بمالحة. الاجتماع في الساحة لأمر هام وضروري، والتبليغ بناء على طلب كل من السادة عمي بنمر وعمي بنايف وتوفيق وجوهر. يلا خيي بدناش نقيد على سامي، فيش فرق بيننا وبين قرايبينا بيت بقعقور. ما أنا بدي أرجع فيها مرة ثانية وأقلب لكم الأسامي. التبليغ بناء على أمر السادة السيد أبو نايف والسيد أبو نمر وجوهر وتوفيق. أنا خلطت الأسامي مع بعضه مشان ما تبينش عائلي. يعطيك العافية خي عبودي، يا ريت تذعلنا عن النسوان لحتى يوقفوا شغل المناسف حتى إشعار آخر فصل منقوطة. حاضر. انتباه هام وعاجل وضروري إلى جميع نسوان بيت بقعقور توقيف المناسف حتى إشعار آخر. إلى نسوان بيت بقعقور توقيف المناسف حتى إشعار آخر. عبودي ونحن كمان زعلنا عن نسوان بيت بمالحة كمان؟ إلى جميع نسوان بيت بمالحة توقيف المناسف حتى نهاية الهدنة. إلى نسوان بيت بمالحة توقيف المناسف. مين قال لك هدنة يا خي؟ حاطط الخشب البلاغ. خي ما بعرفش يعني أنا هيك طلعت معي مش بقصدي. صحح صحح. خلص صح صح. على جميع نسوان بيت بمالحة توقيف المناسف حتى إشعار آخر. يلا هاي ريحوك من المنسف. ليش شو قالوا لك خايفة منه للمنسف يعني؟ بالعكس أفش أحلى من قعدات المنسف. بس ليش ما ذكروش اسم طارق؟ عدوا الكل ما عدا طارق. قالوا لك ولد تخمين شو بعرفني؟ والله يا نجية ما حدا بيخوف الأيام قد الأولاد، بس نحنا راحت علينا. على قول تذاك الزلمي هرمنا هرمنا على الذل وقلة الاحترام. الأولاد فيش معهم المزح يا نجية، إذا زعلوا بيخربوا الدنيا. يقي شو قصتك أنت يا زلمي؟ إسا من كل هالثورات معلقش براسك غير هذا هرمنا هرمنا؟ والله يا نجية لأنه هذا عم بترجم روحي، هذا عم يحكي بلساني. طيب أنا رايح، بدك شي؟ لوين قعدي؟ بدك تتركيني لحالي؟ ما أنا هون مثل قلتي، ما أنت قاعد قبال الثورة، شو فرقت يعني؟ حوله، قعدي تفرجي عني، شو بدك أحلى منك؟ خلص، أنت بتقولي زبدة الحديث بعدين، أصلاً أنا بتهمني النتيجة بالأخير بخاطرك. سناكي نجية، غليلي ما يحطي لي هم بالتربوس، مش مضطر أني ضيع وقتي رايح جاي على المطبخ مشان القهوة والشاي. سامعة؟ نجية؟ إيه ها؟ قولي بدك مين يخدمك أنت؟ عامل لي حالك ما فكش بلاي ها؟ اوك لا قلنا من شلبنها شوي اوك مش حلو ندج الدج سبحان الله. انظر في المرآة استرق النظرات الى وجوه ركاب التاكسي الذين يصعدون معي، كلهم عيونهم فيها حزن، فيهما ملل، فيهما ألم، فيهما فراغ. عيوني فقط فيها أمل، فيها سعادة وفيها فرح. إن فلوديا تحبني ولا تحب أحدا منهم، دخيل الذي بدعك ما أحلاك لك لك. فضل خي جوهر قول شو بدك تقول. خي ابو نمر استنوا شوي بس، ملحم وجميل ما بينوش بعد. أنا مراقت على جميل وأنا وجاي، قال بيعتذر منكم، مش فاضي للاجتماعات، بده يتابع الثورة. وعمي ملحم كمان متابع الثورة. والدكتور عاطف كمان وينه مش شايفه. الدكتور عاطف مشغول شوي مش فاضي اليوم. طيب يلا يلا، خلينا نبلش. ماشي عمي. يا قرايبينا، مثل ما بتعرفوا، نصار له 30 سنة بالغربة، واليوم رجع
وضايف عند الأستاذ الصياح، ومثل ما بتعرفوا إن كانوا بيت بمالحة ولا بيت بقعقور قرايبيننا بعروبتي أبيقبلوش بلا ما يقوموا بالواجب. لكان خي جوهر الجهتين أهل كرم. آه، والجهتين وصلوا سوا من شان يعزموا لقدام بيت الأستاذ الصياح، وصار خلاف بوجهات النظر مين بده يعزمه بالأول. بقى شو بتقولوا؟ شو بتقول أستاذ الصياح؟ أنا بقول ما حداش يعزمه، تنعمل عزيمة جماعية، يعني الجهتين بيعزموا سواها عزيمة كبيرة، وبعدين كل بيت بيعزموا لحاله. والله عقلك بوسم الذهب يا سيل. خي أنا فييش، أنا فييش اترك العجال. يا خي ينقبروا العجال على بعضهم البعض، اترك هالبقر يطلع يرعى لحاله ولو هسه لحق للعجال. فييش ولو توفيق، شو أنا بإيدي القصة؟ ما عندي بقرة معلم ولا أكرم، ولو أكرم بحياة بيك احكي له. والله يا عمي معه حق، معلمي تقول حاطط هالبقرة بمدرسة خصوصي مش حاططها ترعى. أها، وبعدين بتقول السايفي بتعرف حالها إنها مدعومة، وقت تطلع على الكروسة وشافت شوفير جاي يصوبيها تهجم عليه. خلصنا فياض، خلصنا فهمنا. ماله جوهر؟ تحكي معي باحترام ها، تحكيش معي هيك. خي فياض، أنت كبير وقادر، أنا بحترمك، مين قال لك بحترمكش؟ ولك شو بك يا زلمة انخوست؟ ما هو عم يحكي معك باحترام، بدهاش كل هالعصبية يعني بعد هيك ولا؟ وانت كمان توفيق تشوف الشيخ بايدك وانت طويل، تحكي معي باحترام انت الثاني. كبرش ييك، لك شو صاير لكم باليومين؟ كله عم يطلب الاحترام، كأنه ما كانش حدا فطنان انه لازم العالم تحترمه. الحرمي بده جوزة يحترمه، الولد بده بيو يحترمه، الصغير بده الكبير يحترمه. انت كان بيناتنا هيك شغلات نحن. عمي هو مش غلط العلاقات تنبنى على الاحترام بين العالم. هي اصلا بس بيأثرش. خيبوا نمر، انا عم فكر يعني طالما العزيمه باسم الخربي ليش ما بنوصلها للمصطبي ولعم الملاحف؟ والله انك صاحب واجب يا ابو نايف، لانه الجماعه الهم علينا دائما بيعزمونا ان كانوا اهل المصطبي وان كانوا اهل ام الملاحف. يا سلف يعني رميتها قلبي هيك دغري وافقت؟ الحكي العدل دغري بتوافقها علي ان كان مزح وان كان جد. يا عبودي. نعم عمي ابو نمر. اسا بس تعتم العين بتذيع عمليات حلقك، لانه الصوت بالليل بيودي، اذا ذعت اسا بيسمعوش بام الملاحف والمصطبي وبيعرفوش انهم معزومين على الحفل بكره المساء. وسامعين الصوت عبودي مشان القرى الثانية تسمع، مش حلو يعني هاي صارت وصارت، بداش حدا يعتب علينا. مظبوط مليح مثل ما قال ونيف، وسامعين الصف وبتقول بالأول خبر عاجل ثلاث مرات وبتبلش. بعدت لك سلام. عساس شهر يعني مع الحمام وطيور اليمام. لك إسا بالليل في طيور الحمام واليمام، شو هالحكي هذا؟ بالليل فيش غير البومي أو طير الليل. والله حلو هاي الخربة صار فيها تكاسي. تكاسي؟ هي التكسي عمي، فيش غيرها. وفي شغل؟ يعني مش كثير لقوة شد ايدك، بس أنا بصف هوني مشان إذا في حدا مقطوع نزله على الشام. ما عرفتناش على حضرتك بلا زغرة. أنا طارق بو مالحة. ابن مين؟ المرحوم فريد بو مالحة. أنت ابن فريد بو مالحة؟ لك الله يرحم ترابه لبيك، كان من أعز رفقاتي. محسوبك نصار بطاقين. يا حي الله يا ميت حي الله، الحمد لله على السلامة يا عمي. وحياة عين عمك يا بيي، غير افتح لك بكرة أحلى مكتب تاكسي وتحط تحت إيدك أربع خمس شفيرية. بتقصرش. شوف دق لعبودي خلي يذيع عن العزيمة بالميكروفون وقل له إسها مش بعد ما العالم تنام. حاضر عمي حاضر. أنت كيف مخزن رقمه لعبودي؟ الكزية بالعين ولا بالكاف كزية ولا عين؟ بالكاف 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 كاف كزية كزي كزي كزي. لك شو بك كزي؟ كزي كزي لقيته لقيته لسه لقيته. الو مرحبا يا عبودي افندي. لا مش عمك ابو نمر، انا مدير اعماله. لك هسه قلوا هذا العزيز. خيك خيك توفيق، انا بسلم عليك عمي ابو نمر وبيقول لك مشان تذيع عن العزيمه اسا مش تستنى تمنى العالم تنام. ماشي مع السلامه مع السلامه مع السلامة. أهلا وسهلا. تفضل عمي ضبه بشنتانك. قفلته. نامي نامي هالميكروفون، صار الواحد يعرف عن كل شيء وهو قاعد ببيته. ياما
ما هي وسائل الإعلام شو عملت؟ وسائل الإعلام خلت العالم قرية صغيرة، يعني إسا إذا بيصير شيء بالبرازيل نضرب ساعتها. ياما نحنا مش عم نحكي إسا عن البرازيل، عم نحكي عن هون هيك ببلدنا. صحيح كنا نعرف شو بيصير بالبرازيل، بس إسا يا رضا الله بعد ما ركبونا هالميكروفون صرنا نعرف شو عم بيصير بضاعتنا، ونحنا قاعدين هيك ببيتنا مرنتخين. هذا أكثر منظر كنت أفقده هنيك يا ابني. هنيك فيش غير الصراخ والعياط والبنايات العالية. يعني عدم مؤاخذة ما كنتوش تطلعوا برات المدينة هيك على الغوط؟ شو عم تحكي يا عبي؟ نحن منسافر لنشتغل مثل العبيد. أول 20 سنة لجمعنا قرشين من الشغل على مخدة. هنيك فيك شي تروح مشاوير، إذا بتمرض 10 أيام بزتوك بالشارع وبتموت مثل الكلب. يعني إسا مش ناوي ترجع لهنيك؟ شو بدي رجعني يا عمي؟ أنا ما صدقت على الله وصلت، وأنا بالباخرة على فرنسا خفت تغرق وموت، وأنا بالطيارة على الشام خفت توقع وموت، ما صدقتش على الله وصلت. بلاغ هام إلى أهالي الخربي والمصطبي وأم الملاحف وسامعين الصوت. يا أهالي الخربي والمصطبي وأم الملاحف ويا سامعين الصوت، يا أهالي الخربي والمصطبي وأم الملاحف ويا سامعين الصوت. بلاغ هام آل بقعقور وآل بمالحة، آل بمالحة وآل بقعقور يتشرفون بدعوتكم على العشاء المقام على شرف عودة ابن الخربي المغترب البار من أمريكا الأخ نصار أبو طقين أبو مدفع. آل أبو مالحة وآل أبو قعقور، آل بمالحة وآل بقعقور. 30 سنة ما حلاشت الناس القصة. طول بالك عمي نصار، هذا عبود ياخذك يمكن بالغلط. اطلع عمي اطلع. اطلع خلصني عمي طول. طيب عمي لوين بدك اخذك؟ عشام الله يرضى عليك يا عمي، بكره راجع على اول طيارة على امريكا. يا عمي مش محرج القصة، طول بالك. يا خيي انا مش سلام من حدا، أنا خايف تنعاد القصة من أول وجديد. مش هي الله يرضى عليك. بل تقولوا فياض أجحش واحد، لسه بين معكم مين أجحش واحد. خلاص يا زلمة، قال قليل يعني إذا شميت بحكيش لحدا. يا خلاص نعاد، ليش فيش غير حمار واحد بالبلد؟ نحن مجرمين؟ نحن فيش عنا ضمير؟ الله لا يوافقك يا عبودي الكذيب، لين طلعنا بين مفاجأة. وكذا بيقول بمدفع الساعة سيرة الجحشان، يتفضلوا استلموا هالزبون. آخ اللي قاهرني يا عمي، أني ما عملت الشي، طرابيزة زهزكت، مدري مين اتطلع فيي، فكروا العالم إنه أني، بس الحقيقة مش أني، مدري مين دفش الطرابيزة، بجوز نعمان الله لا يوفقه تجيش منه غير المصايب. الله يرحمه عمي الله يرحمه، أبتجسش عليه غير الرحمة. الله يرحمه، ما هو مثل القرد فيه شيء. شو عم تحكي انت عمي نعمان؟ طيب طيب فيه شيء، ليش بتعرفوش؟ لا منعرفش، نحن وصلنا خبره انه ميت. عدم المؤاخذة، عمك نعمان واحد نصاب بيتدين مصاري وبيطلع إشاعة انه ميت وبيروح على غير ولاي وبعيش هني. اها الله يبشرك بالخير، اسا بس ارجع بدي خبره لجدي بكيف، لانه هو الوحيد اللي زعلان عليه لعمي نعمان. الي طلب عندك يا عمي. تفضل عمي. اني معش الي رجع على البلد، واذا متت يا عمي وبدهم يذيقوا علي بالميكروفون يقولوش هذيك الكلمه، يقولوا نصار بطاقين، واللي بده يترحم يترحم واللي بدوش ما يترحم. بعيد الشر عنك عمي. كلنا بدنا نموت يا عمي، توعدني؟ بوعدك. اخ اخ لو متذكر وقت هميل اللي اطلع فيي لا ارجع هسه وقتله. ايمتى عمي؟ وقت الترابيزه زهزقت. شو صرنا ساعه عم نحكي؟ شو اللي صار هسه منك غيرت رايك؟ ياما انا قلت لحالي شغله شهر زمان شهرين زمان العالم بتكون نسيت، أني بروح بجيب ليزا وتوفيق وهلزمك ساركوزي. من هو؟ حفيدك ياما حفيدك، لزمك ساركوزي آخر العنقود، وبرجع بعيش هون أني وعائلتي.
يعني شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ نصار بطاقين 30 سنة غاب، ما حدا نسي، وشغلته بتطلعش نقطة ببحر شغلتي. بعد هالعملة اللي عملها جدي معي، كل العالم بدها تظل تقول كل العمر هذا هو دكتور الحمير. لا، بسافر بريحكن وبرتاح. بقلت الحمد مدرك لقط. روح على المصطبي. يا جماعة معني إذا قلت نصار أبو طقين ما حداش رح يعرفوا. كان لازم قول بو مدفع. لا تعرفوا أنتم مين نصار أبو طقين. عمره ما حدا يعرف. ما تراجعوا للانتخابات. إحنا يا زلمي هي عزيمة، اللي بده يجي أهلا وسهلا، بدوش بحافظ. أصلا مش ضروري حدا يعرف عشرف مين العزيز. ينتقال المغترب الكبير وخلاص. يا جماعة خلينا نروح نطيب خاطره لزلمي، إسا بيكون متضايق كثير، إن شاء الله ما يكونش سمع. هو عندك بالبيت إسا؟ لا هو طلع يتدرج، بس وين مش عارف. أصبح شرفه، مستناه عند الأستاذ صياح. يا حي الله هو الحق عمي، مش بس على عبودي، الحق على اللي بلش يحكي بهالشغلة من أول شيء. شو خربت الدنيا يعني إذا نصار غلط؟ يعني نحن مجتمع بيعرفش يسامح. يا خي كمان ما خربتش الدنيا، إذا قالوا أبو مدفع ما هو أبو مدفع. شو جريمة يعني؟ شو اللي صار؟ كيف شو صار عمي؟ كيف شو صار؟ يعني عدم المؤاخذة، أنتوا كبار القدر، أنت ولا عمي أبو نايف ولا جوهر ولا توفيق، تقبلوا أي حدا يقول عن أي واحد فيكم أبو مدفع؟ حطوا حالكم محله للزلمة. أستاذ صياح، نحن بنحترمك، مش جاي لعندك مشان تهينا. انت كبير القدر عمي ابو نايف، مش هيك القصد؟ خلص اسا يا جماعه خلص، ان شاء الله يكون بعيد عن الخربه وما سمعش الميكروفون. واني بوعدكم انه ما تطلعش كلمه ابو مدفع من حلقي، واذا طلعت بدي احلق شواربي منيحات. واني مثلك خي ابو نمر، واذا واحد ببيت ابو مالها قال الكلمه انا بتبرى منه ليوم الدين. عمي من الاول كان لازم هيك. مسيكم بخير. مسيكم بخير. اهلا وسهلا خي طارق، تفضل. شكرا، تعبان شوي والله، بس حطيت السيارة، قالوا لي إنكم عم تستنوا نصار أبو طقين، قلت لأجي خبرك. خالي أنت بتعرف وينه؟ إيه خالي، أنا إسا وصلته على الشام، قال بكرة راجع على أمريكا على أول طيارة. يا خيي ما عرفتش وين راح، بلكي منروح ومنلحق وبنحكي معه. ما كانش خليني أعرف، نزلته بالطريق وقال لي أنت تسهل إرجاع على البلد، وقال مشان أغراضه اللي عندك الله يسامحك فيه. يلا يا شباب يلا، فيش فايدة من القاعدة يا أبو نمر، لكن خايفين منه صار يا جماعة. يلا تفضل تفضل. جدي بس انا ما حبيتش احكي جوا، ما لقيتهاش ملايني. ايدك على البشاره. بشاره شو؟ ايدك على البشاره بالاول. يا زلمه رح ناكل عليك رحنا، خلص شك على بياض. بشاره شو؟ جدي نعمان طلع عايش. كيف؟ مثل ما بقول لك، حي يرزق. شو الحكي؟ بعت لك رساله نعمان ولا شفته بالمنام حي يرزق؟ شو هالحكي اللي عم تحكي انت؟ اسا نصار بطقين قال لي انه مثل حصان فوشي، بس فيش معه اجر الطياره يرجع. شو هالحكي هذا؟ امتى اخر مره شافه؟ بلكي مش شايفه من زمان. لا قبل ما يجي بيومين. والله اذا الحكي صحيح لازم نعمل له لم ونبعث وراه. ابي سواش اتركه هيك مقطوع بالغربي. خلص يا جوهر، انا عم قل لك مات نعمان يا زلمه. يا جدي كيف مات؟ الزلمه شافه بعيونه. مش هو، انا عم قل لك مش هو. بتصدقني ولا بتصدق بطقايق؟